الحركة هنا بلطام، لطام لصالح بن أحمد بن سالم، اللعب صالح بن أحمد بن سالم العبيدلي يأتي على المركز الثاني وينطلق مباشرة إلى المركز الأول. المركز الثاني هنا قدوم تحرك بدأ على المركز الثاني من انطلاقة ريسنج لعبد الله بن عامر بن سالم المغيري، يأتي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث عقاب يصل على المركز الثالث لطالب بن خالد بن محمد الفيدة المري، بينما المركز الرابع وصولا من هملول لمحمد بن سيف بن بدر العليلي، ياتي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الذيب ياتي لسعيد بن مطر بن خويدم الشامسي، بينما المركز السادس هنا اندفاعة المركز السادس من وليف لناصر بن عبد الله بن شارمس المحاربي، ياتي على المركز السادس، بينما المركز السابع وصل ايضا هناك هتلر وصل في هذه اللحظات لعلي بن راشد بن مسلم العمري، بينما المركز الثامن هنا كتبر لراشد بن خلف بن مطر بن علوان الكتبي، بينما المركز التاسع هنا المعتز لفيصل بن راشد بن متعب بن شريم المري، بينما المركز العاشر هنا مياس لعيد بن راشد بن سعيد المنصوري. هذا هو النداء الثاني او النداء الاول للمراكز العشرة الاولى، ولكن العودة الى المركز الاول الى لطام اللي على المركز الاول، صالح بن احمد بن سالم العبيدلي ياتي على صدارة هذا الشوط ليندفع بالمركز الاول، ووليف على المركز الثاني، وليف على المرتبة الثانية ياتي بشعار ناصر بن عبد الله بن شامس المحاربي، ياتي على المرتبة الثانية، بينما المركز الثالث هنا هتلر وتقدم ايضا على المركز الثالث، يتحرك بشعار علي بن راشد بن مسلم العمري على المركز الثالث ورابعا، وصول من مياس لصالح بن سالم بن قصنا العامري. ما شاء الله، بدأ القوة وبدأت الإثارة والجدية هنا باللحظات المثيرة هنا بن شامس، ولكن القادم اسراب لمحمد بن سعيد بن حمد بن عبد الله اليحافي، ولكن بن شامس راح مع الصدارة، راح مع المقدمة، وليف لناصر بن عبد الله بن شامس المحاربي انطلق على الصدارة على المركز الاول على مقدمة هذا الاندفاع الجميل مع المسار الكبير. اذا وليف ينطلق انطلاقة الفوز، ينطلق انطلاقة الناموس، ناصر بن عبد الله بن شامس المحاربي باللحظات الاخيرة. سلام الزهرة، سلام ميدان الزهرة، هناك بالسلطنة تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني سراب لمحمد بن سعيد بن حمد وعبد الله اليحافي، ثالث المراكز لطام لصالح بن احمد بن سالم العبيد، لرابع المراكز وصل شاهين لمحمد بن يوسف بن محمد بن خميس الكعبي، والمركز الخامس الحنيش لمحمد بن راشد بن حرير المزروعي. متابعينا الكرام، مستمعينا الافاضل، اذا وليف لناصر بن عبد الله بن شامس المحاربي يهدي الناموس الى ابناء ميدان الزهرة هناك بسلطنة عمان، حيث انتزع هذا الفوز والانتصار. 5:53 ثلاثة اجزاء من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار
الجميل، بينما وصل على المركز الثاني وكان أيضا هناك 5 دقائق 53 ثانية 9 أجزاء من الثانية سراب لمحمد بن سعيد بن حمد بن عبد الله اليحافي. تهانينا على هذا الأداء الجميل والانطلاق المميز. بينما المركز الثالث من وصل على ثالث المراكز وكان حاضرا بأدائه الجميل وبانطلاقاته الرائعة 5 دقائق 55 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك لطام صالح بن أحمد بن سالم العبيد لي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام والانطلاقات متواصلة على بركة الله. ينطلق تاسع شوطنا 19 في مجمل أشواطنا المسائية في هذا التحدي الرائع وفي هذا